شكرا. انا مركز الشباب استضافت اهالي واسر وبعض المعتقلين. النهارده ان شاء الله المؤتمر يتحدث عن بعض التهكات او التعذيب اللي تم للمعتقلين او لذويهم. فاحنا النهارده ان شاء الله هنشرف استضافتكم. كل يوم دي كده بتتقضيفوا عاملين درس في الدور الرابع فهو ده بيكون اليوم اللي فيه الكهرباء والدرك وكل حاجه يعني. اللي هو بيكون عايز يوصل معاك اللي هو اللي انت تجيب له يعني اي حاجه تعرفها حتى لو انت ما تعرفش حاجه هو بيكون مقتنع ان انت تعرف كل حاجه وان انت مثلا اللي عامل المزارات والكلام ده كله حتى هو لو هو متاكد مثلا ان مش حاجه برضه بتاعت الكهرباء بتعزلك عازمك تقول على اي حاجه حتى هو لو متاكد ان مفيش اي حاجه بتحصل. قعدنا 32 واحد كنا كان في 2 في حاله الانفرادي قعدنا 32 واحد بالظبط في حاله الانفرادي. حاجة الفرد ده هو حاجة يعني مثلا كله قد الترابيزة دي مثلا ما فيهوش ولا حمام ولا أي حاجة واحنا كنا قاعدين في 32 واحد مفيش مش قادرين نتنفس حتى في المصاصة العفوية هي دي أصلا يعني هي المصاصة العفوية دي أصلا معمولة عشان تبقى إهانة بس مش معمولة عشان حاجة تانية خالص. هو كفاية فكرة بس أصلا إن أنت فكرة إن في يعني مسجون زي هو اللي بيحاسبك هو اللي بيتضرب عليك وهو اللي بيجي هو يكلمك الفكرة ذات نفسها هي الفكرة اللي هو الإهانة يعني. والمفروض ان انت اساسا ما كانش روح المؤسسه العقابيه لانه ارنب والمؤسسه العقابيه ما بتقبلش الاجانب. واليوم اللي حصل فيه الترحيله بتاعت المجموعه كلها كان المفروض ان ابني يرجع معاهم لان كان عنده بنس يوم 26/3. الضابط اللي راح بالترحيله من هنا اسمه احمد علاء لما شاف اثار الضرب على ابني ما رضاش يجيبه مع ان هو عنده بنس يوم 26/3 وضيعوا عليه الجلسه وجابوه يوم 2/4 مع المجموعه كلها تقريبا لانه سوداني فده يعني عملوا معاه حاجات كتير. كانوا يجيب الملايه بتاعت السرير يبرمها تبقى زي الحبل ويربطوا ايد ورجل ويربطوا في الشباك او في الدولاب وينزل عليه بالعصايه بس هم محترفين يعني يضرب في مكان في الرجل او كده اكتر من 30 ضربه. اللي كان متولي عملية التعذيب بتاعته دي أخصائي هناك اسمه محمد سامي الطوخي. أنا والد المعتقل الكريم محمد عبد الله الحكيم واعتقل 29/10/2013 وأنا ماشي بقى الموقف الرهيب اللي هو فعلا يحزن وأنت ماشي ابني طبعا مش يعني ما شافش بهدلة قبل كده ف وهو ماشي طبعا انا ودعته فدخل في الطرقه اللي بيمشوا منها وفضل يبص لي بعينيه كده ولما يشوفني بصيت له راح مضيع وشه حسيت انه بيقول انت سايبني ورايح فين؟ ده احنا جوه في اهانات وفي ضرب وفي تعذيب بس مش هقدر احكي لك. فرحت جريت ومديت وراه لغايه ما وصلت لغايه الباب فضل يبص لي طبعا بصت يا حبيبي خدني معاك لان انا بهم وكبت وشد يا بابا انا ما حدش حاسبني وابني طبعا ما بيحكيش اللي بيحصل له لكن انا حسيت ان هو بهم وكبت وشد. ليا ابن محمد عماد في اولى ثانوي مقبوض عليه معتقل من يوم 3/1 واللي مسكه بلطجيه وترحل في عربية ميكروباص يبقى بداية الموضوع غير قانوني. قوم الدكة وروح العقبية 3 أسابيع. حصل فيهم ايه؟ حصل في العقبية كانوا 33 طفل راحوا 33 طفل قلعوهم مرض زي ما امهم ولدتهم وسابوهم حوالي 3 ساعات. تصور مدى المذلة لما يكون ابنك بيستحي يغير قدامك يغير هدومه يقلع الترنج ويلبس بنطلون وقميص بيستحي يغير قدامك. في العقبية العنبر بيتقسم لثلاث مستويات القادة والسهرية والعبيد. العميل اللي هم أولادنا للأسف القادة ليه حق يعمل اللي هو عايزه بدون أي إذن والسهراية لازم ياخد الإذن من القادة عشان يفعل
لكن العبيد ما لهمش حقوق. انا ابني فوجئت بيطلب مني، بقول لي يا بابا بقول اتفق مع عمه فلان علشان تيجوا مع بعض. ليه يا ابني؟ قال لي عشان اشوف ابنه. وتغريب في الامر ان ابنه هو اللي نايم جنب ابني، ما بيشوفوش 24 ساعة، ما بتبصش على اللي جنبك، لأن متحددة زاوية النظر، لا إما نظرتك كده مستقيم، لا إما نظرتك ب 45 درجة كده، تبقى سيادتك قاعد قدامي ولا أنا شايفك ولا أنت شايفني. إيه لازمة التجديد؟ التجديد بدون ما رئيس نيابة يروح لهم ولا يشوفهم ولا بيروح وبيتجدد. دول اطفال ما يتعاملوش كده. انا استاذ في الجامعه وبقول لكم غلط. بتقضوا على ابيات، انتوا اللي ضد البلد بتقضوا على ابيات، انتوا بتقضوا على ابيات. والله احنا ايامنا رايحه مش جايه، هم اللي جايين وهيمسكوا البلد. انت الله أعلم، لأن أيهم اللي جاي